السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع في شركة تطوير للخدمات التعليمية ونتمنى لكم التوفيق. اليوم موضوع درسنا هو عن ضرب الأعداد النسبية لمادة الرياضيات الصف الثاني المتوسط للفصل الدراسي الأول. في درس اليوم سوف نتعلم كيف نضرب الأعداد النسبية، بالإضافة إلى كيفية ضرب الأعداد الكسرية. نبدأ مع ضرب الأعداد النسبية. في ضرب الأعداد النسبية يا شباب، عند ضرب الأعداد النسبية أضرب البسوط بعضها في بعض وأضرب المقامات بعضها في بعض. إذا كان عندي كسرين اعتياديين، لكي أوجد الناتج بكل بساطة نضرب البسط ضرب البسط ونضع الناتج في البسط، والمقام مضروب في المقام ونضع الناتج في المقام. فاثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية، وثلاثة ضرب خمسة يساوي 15. هذا هو الدرس بكل بساطة، ولكن أحيانا نحتاج إلى عملية تبسيط قبل لا نكتب الناتج النهائي، ويمكن أن نبسط بعد الناتج النهائي. نأخذ المثال الأول، أوجد ناتج 4 على 9 ضرب 3 على 5 واكتبه في أبسط صورة. بداية نكتب المسألة مرة أخرى، 4 على 9 ضرب 3 على 5. هل في إمكانية للتبسيط؟ إذا كنا نريد أن نبسط، فإننا نأخذ الرقم 4 مع الرقم 5، هل بينهم قاسم مشترك أكبر؟ يعني هل في عدد نقسم على 4 ونفس هذا العدد نقسم على 5؟ لا يوجد. طب ما رأيكم في 3 والتسعة؟ هل يمكن أن نبسطهم؟ هل يوجد بينهم قاسم مشترك أكبر؟ نعم، الثلاثة إذا قسمناها على الثلاثة كم تصير يا شباب؟ واحد، صحيح. والتسعة إذا قسمناها على ثلاثة أيضا طبعا لازم يكون على نفس الرقم، يعني إذا قسمنا هنا على ثلاثة لابد أن نقسم هنا على ثلاثة، إن قسمنا على اثنين لابد نقسم على اثنين، ما ينفع أن نقسم على رقم ونقسم هنا على رقم آخر. إذن قلنا نقسم الثلاثة على الثلاثة والتسعة على الثلاثة. الآن كم الناتج هنا يصير؟ واحد. وكم الناتج هنا يصير؟ ثلاثة. إذن أصبحت الثلاثة واحد والتسعة ثلاثة، فتصبح المسألة 4 على ثلاثة ضرب 1 على 5. الآن نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 4 ضرب 1 كم الناتج؟ 4، نضعها في البسط. و3 ضرب 5 كم الناتج؟ 15، وضعناها في المقام. يصبح ناتج ضرب 4 على 9 ضرب 3 على 5 4 على 15. تدرب، أوجد ناتج سالب 5 على 6 ضرب 3 على 8 واكتبه في أبسط صورة. نكتب المسألة مرة أخرى، سالب 5 على 6 ضرب 3 على 8. في البداية قلنا نبحث ما إذا كان في إمكانية للتبسيط، فنأخذ الخمسة مع الثمانية، هل بينهم قاسم مشترك أكبر؟ لا، لا يوجد عدد نقسم على خمسة ونفس العدد نقسم على ثمانية. طيب ما رأيكم في الثلاثة وفي الستة؟ نعم نستطيع، نستطيع أن نقسم الثلاثة على ثلاثة، والستة أيضا نقسمها على كم؟ على ثلاثة. طيب ثلاثة على ثلاثة إذا قسمناها يصير الناتج واحد، وستة على ثلاثة إذا قسمناها يصير الناتج اثنين، فتصبح المسألة سالب 5 على 2
ضرب 1/8. الآن نضرب البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام، ولا ننسى إشارة السالب في الضرب يا شباب. لما نضرب الكسر السالب في الكسر الموجب يكون الناتج بالسالب، فيصبح الناتج سالب 5/16، لأنه 5 في 1 5 في البسط، و2 في 8 16 في المقام. إذا الناتج ضرب سالب 5/6 ضرب 3/8 هو سالب 5/16. كيف نضرب الأعداد الكسرية؟ أخذنا سابقا الأعداد الكسرية في درس الأعداد النسبية وأيضا في الصف الأول المتوسط. والعدد الكسري مثل ما نعرف هو العدد الذي يحتوي على كسر وعدد صحيح. كيف نتعامل مع الأعداد الكسرية؟ نشوف هذا المثال. أوجد ناتج 4.5 ضرب 2 و2/3 واكتبه في أبسط صورة. عندي هنا عدد كسري مضروب في عدد كسري. بداية نكتب المسألة مرة أخرى. 4.5 ضرب 2 و2/3. إذا كان عندنا عدد كسري فبكل سهولة نستطيع نحوله إلى كسر اعتيادي. ما هي طريقة تحويل العدد الكسري إلى اعتيادي؟ نتذكر سوية لما يكون عندي أنا 4.5، كيف كنا نحولها؟ كنا نضرب 2 في 4 المقام في العدد الصحيح، والناتج نجمعه مع 1. 2 ضرب 4 8 +1 9. إذن كيف يصبح شكل الكسر بعد ما حولناه؟ 9، والمقام يظل كما هو 2. إذن 9/2 ضرب. الآن العدد الكسر الثاني، العدد الكسر الثاني كيف نحوله؟ أيضا نفس الطريقة، نضرب المقام في العدد الصحيح، 3 في 2 6، والناتج 6 + 2 كم يا شباب؟ 8. إذا كم يصبح الكسر الجديد؟ 8 على المقام نفسه 3. إذا انتهينا من مشكلة الأعداد الكسرية وأصبح عندي كسرين اعتياديين بسيطين. الآن نطبق عليها نفس النظام السابق، البسط في البسط والمقام في المقام. ولكن قبل أن نطبق عليها القاعدة، هل يمكن أو هل يوجد تبسيط؟ قلنا إذا جينا نبسط نأخذ 9 مع 3 والثمانية مع 2. 8 مع 2 هل يمكن تبسيطهم؟ نعم يمكن تبسيطهم. نقسم 8 على 2، نقسم 8 على 2، ونقسم 2 أيضا على 2. 8 على 2 كم أعطانا؟ 4. و2 على 2 كم أعطتنا؟ 1. طب ما رأيكم في 3 أو في 9 و3؟ هل يمكن تبسيطها؟ نعم يمكن تبسيطها. فقلنا على 3 فيها 1، وعلى 3 فيها 3 كما أخذنا سابقا. إذن يصبح شكل المسألة 3 ضرب 4 و1 ضرب 1. 3 ضرب 4 كم يا شباب؟ 12، والمقام 1. و12/1 تساوي كم؟ إذا قسمنا 12/1 يساوي 12. إذا الناتج 4.5 ضرب 2 و2/3 يساوي كم؟ 12. كيف أوجدناها؟ حولنا كل عدد كسري إلى كسر، ومن ثم بسطنا وأوجدنا الناتج. تدرب. أوجد ناتج 5/7 ضرب 1 و3/5 واكتبه في أبسط صورة. بداية عندي كسر اعتيادي وعندي عدد كسري. نكتب المسألة في البداية كما هي، 5/7 ضرب 1 و3/5. 5/7 نكتبها كما هي، 5/7 الضرب ينزل كما هو،
طيب 1 و3 على 5 كيف نحولها إلى كسر اعتيادي؟ قلنا بكل بساطة نضرب المقام في العدد الصحيح، 5 ضرب 1 5 زائد 3 كم يا شباب؟ 8، يصير البسط 8 والمقام 5 ضرب 8 على 5. الآن المسألة كسر اعتيادي ضرب كسر اعتيادي، نقدر نحلها بكل بساطة ولكن نبحث عن التبسيط. هل في إمكانية للتبسيط؟ أول شيء الخمسة مع الخمسة، إذا كان العددين متشابهين فنقدر نقسمهم على نفسهم، فالخمسة قسمة 5 1 والخمسة قسمة 5 1، إذا نأخذ هذه القاعدة دائما، إذا كان عندي عددين متشابهين على طول يروح ويصير مكانهم 1 و1، إذا الخمسة مع الخمسة يمكن تبسيطها فتصبح كم؟ 1 هنا وهنا 1. طيب 7 و8 هل في بينهم قاسم مشترك أكبر؟ هل يوجد عدد نقسمه على 7 ونفس العدد نقسمه على 8؟ لا يوجد، فبالتالي نتركهم كما هو. الآن المسألة أصبحت 1 على 7 ضرب 8 على 1، نوجد الناتج 1 ضرب 8 البسط ضرب البسط كم الناتج؟ 8، و7 ضرب 1 كم يساوي؟ 7. هذا هو الناتج الصحيح، ولكن باقي خطوة أخيرة بسيطة جدا، إذا كان البسط اللي فوق أكبر من المقام نقدر نرجع الكسر إلى عدد كسري، العدد الكسري اللي يحتوي على عدد صحيح نفس الموجود في المسألة. طيب 8 أكبر من 7 يا شباب، كيف نحولها إلى عدد كسري؟ أسأل نفسك 8 تحتوي على كم 7؟ على 7 واحدة، إذا الجزء الصحيح يكون 1. طيب إذا أخذنا من 8 7، كم المتبقي منها؟ 1، والمقام يظل كما هو، إذا 8 على 7 يساوي 1 و1 على 7. إذا الناتج 5 على 7 ضرب 1 و3 على 5 طلع كم يا شباب؟ 1 و7 أو 1 و1 على 7. كيف نستعمل ضرب الأعداد النسبية في أمثلة من واقع الحياة؟ نأخذ هذا المثال، يبلغ طول قطار في مدينة ألعاب 6 أمتار، إذا تم تركيب قطار جديد طوله 2 و3 أخماس من طول القطار القديم، فما طول القطار الجديد؟ عندهم قطار قديم طوله 6، يبغوا يركبوا قطار جديد طوله 2 و3 أخماس من طول القطار القديم، يعني ضعف القطار القديم وأيضا زيادة ب3 أخماس. طب كيف أنا أحسب هذه المسألة؟ كيف أوجد طول القطار الجديد؟ نستعمل عملية الضرب، إذا نضرب 2 و3 أخماس ضرب الطول القديم اللي هو 6. طيب الآن أصبحت المسألة عندي كسر عدد كسري وعدد صحيح. العدد الكسري قلنا نقدر نحوله إلى كسر اعتيادي، كيف؟ فنضرب المقام في العدد الصحيح، 5 في 2 10، 10 زائد 3 كم يا شباب؟ 13، فيصبح هنا 13 على كم؟ على 5. والستة كم مقامها؟ الستة مقامها 1، يصير عندي كسر اعتيادي ضرب كسر اعتيادي، إذن تصبح المسألة 13 على 5 ضرب 6 على 1. الآن نضرب مباشرة البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام، ولكن قبل لا نضرب هل يوجد إمكانية لعملية التبسيط؟ 13 مع 1، دائما العدد اللي مع 1 ما تقدر تبسطه لأن 1 أبسط شيء، فبالتالي لا يوجد بينهم قاسم مشترك أكبر. 6 و5 هل يمكن تبسيطهم؟ كذلك لا يمكن، لا يوجد بينهم قاسم مشترك أكبر، أو أنه لا يوجد عدد نقسمه على 5 وفي نفس الوقت هذا العدد نقسمه على 6. إذا نضرب مباشرة البسط في البسط والمقام في المقام، فتصير المسألة 13 في 6 78 و5 في 1 5. طيب 78 قسمة 5 كم يساوي؟
15.6. إذا طول القطار الجديد هو 15.6 أمتار، بينما القديم كان كم؟ كان 6 أمتار فقط. إذا في درس اليوم، لكي نضرب أعدادا نسبية، الخطوة الأولى نضرب البسوط بعضها في بعض، والخطوة الثانية نضرب المقامات بعضها في بعض. وقلنا ممكن أن نبسط قبل لا نوجد الناتج في عملية الضرب، وممكن أن تبسط بعد. هذا ما كان لدينا اليوم، شكرا لكم، نراكم بإذن الله في دروس قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.